الله وحده، والصلاة والسلام على. في مستهل هذه الرسالة الملكية، أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بانعقاد هذا الملتقى الهام لأول مرة بالقارة الإفريقية وبالضبط بعاصمة المملكة، مشيرا إلى حسن الصدف أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى المئوية لميلاد الحركة البلدية العالمية. جلالة الملك، وبعد أن نوه بالجهود القيمة لمنظمة المدن والحكومات المحلية على الصعيد الدولي، أكد على أن انعقاد هذا الملتقى بالمغرب يعتبر حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة ببلادنا للاستفادة من التجارب المتميزة للدول الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية. وفي هذا الإطار يضيف جلالة الملك أن المغرب بادر إلى تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية. وفي نفس السياق، قدم المغرب مبادرة مقدامة لتخويل أقاليمنا الجنوبية حكماً ذاتياً يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصيتهم الاجتماعية والاقتصادية وأصالتهم الثقافية باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها. ومن منطق الرسالة الملكية أكدت أيضا على انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية، يتجلى على الخصوص في التوسع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، وتفعيلا لمبدأ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة. فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشاً أكبر لاتخاذ قراراتها في إطار من الاستقلالية المسؤولة ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. الرسالة الملكية استعرضت الخطوط العريضة لبرامج الحكامة الجيدة التي ما فتئ جلالة الملك يحث الدولة على مد الفاعلين الجهويين بها، سواء على مستوى الآليات القانونية والمالية والبشرية، ثم الحرص على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وفتح آفاق المشاركة السياسية الواسعة أمام الشباب. كما نوه جلالته بالمبادرة الوطني للتنمية البشرية باعتبارها ورشا نموذجيا في مجال السياسات العمومية. جلالة الملك أكد أيضا على مشاطرة المغرب لكافة الأهداف والطموحات المشروعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية في إقامة جماعات ترابية تنعم بالأمن والطمأنينة. وإننا لعلى يقين أن أشغال هذا المؤتمر الهام ستخلص إلى تبني مقاربات عملية واقتراحات وتوصيات في مستوى الأهداف المنشودة من طرف منظمتكم، والتي ستساهم لا محالة في تمتين جسور التواصل وتعزيز أواصر التعاون بين الجماعات الترابية والحكومات المحلية والارتقاء بالحكامة الترابية وتدبير الشأن المحلي إلى مستوى طموحات شعوبنا جميعاً. في هذا الصدد وأمام التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية، دعا جلالته المشاركين إلى التفكير في أفضل الحلول الممكن اعتمادها في مختلف المجالات المحلية وتحديد أنجع السبل والوسائل العلمية الكفيلة بالنهوض بأساليب الحكامة الجيدة لتدبير المدن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.